الماء يكذب الغطاسين، مثل أقل ما يمكن وصفه على حال الحكومة، وهي تتحدث أن الإعلام كان سببا في انعدام مشتقات النفط، لكن الصور هنا تحكي واقعا مريرا يعيشه المواطنون. الواقع يعني والمعطيات الموضوعية تدل على أنه مادة الديزل المعدومة تماما لا تتوفر في السوق، وعجزت الوزارة أن تحل هذه المشكلة تماما، ويأتي اليوم إلى المجلس ويقول أن الإعلام السبب. الإعلام لا أقل ولا أكثر هو بيثير الموضوع ويطرح أنه الديزل المعدوم في السوق ويجب على الحكومة أن تقوم بتوفير مادة الديزل للمزارعين، لكن عجز الحكومة وعجز وزارة النفط وعجز الشركة اليمنية للنفط هي السبب الرئيسي في ذلك. الحكومة في تبريراتها أمام مجلس النواب لأسباب انعدام مادة الديزل أضافت أن الأسباب الأمنية من تقطعات بين المحافظات تقف على رأس مسببات الأزمة إلى جانب التهريب الداخلي بين المحافظات. أنا أعتقد أن الأسباب التي أوردتها الوزارة أو نائب الوزير أسباب غير مقنعة بالنسبة للمجلس. أسباب أمنية هي شماعة يلقي عليها أصحاب المحطات اللوم، وبحجة أن هنالك اختلالات أمنية يقومون بإخفاء مادة الديزل وبالتالي بيعها في السوق السوداء. هنالك اختلالات صحيح أمنية واختلالات في مجال الرقابة والمحاسبة، لكن أنا أعتقد أنه مطلوب أن يكون هنالك رقابة ومحاسبة حقيقية، وإحالة مجموعة من المهربين وإحالة مجموعة من المتلاعبين إلى القضاء. الأعضاء اعتبروا هذه التبريرات غير مجدية، وكان الأولى بها أن تعالج هذه الأسباب وتعمل على توفير هذه المادة التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الناس بانعدامها وتعرقل المصالح الخدمية لهم بما فيها المصانع والمزارع. النائب البرلماني صادق البعداني تقدم بسؤال إلى وزير الدفاع حول نتائج التحقيقات في العمليات الإجرامية الأخيرة التي استهدفت أبناء القوات المسلحة والأمن، طالبا منه الحضور إلى المجلس للرد على سؤاله. أن نسمع من بعض الجهات في الحكومة تنفي وجود أزمة في الديزل، لا أدري عن أي ديزل يتكلمون. الديزل الذي يعرفه الناس منعدم تماما في المحطات، وإن يوجد بكميات ضئيلة جدا لا تفي باحتياجات السوق المحلية. نحن اليوم نسمع شكوى من أصحاب المصانع، نسمع شكوى من أصحاب المزارع، نسمع شكوى من مختلف فئات المجتمع التي هي بحاجة إلى مادة الديزل، وخاصة ونحن الآن على بداية الصيف، وأيضا كثير من المنتجات الزراعية أصبحت يعني عرضة للتلف أو يعني إيش انعدام المحصول كليا. أزمة انعدام مادة الديزل موضوع الساعة ألقت بظلالها الساخنة على نقاشات المجلس، ولم تلق تبريرات الحكومة لهذه الأسباب أي قبول لديهم، ما دفعهم للتشديد على الحكومة أن تعالج الاختلالات وتعمل على حلها، لا أن تترك الحبل على الغارب وتسمح للبعض استغلال عدم وجود الأمن في خدمة مصالحهم.